أنت تحلق فوق المحيط الهادئ عندما تضرب عاصفة فجأة الطائرة التي تحملك، مما تسبب في اهتزازها بقوة. تبدأ الطائرة في الهبوط ويفقد الطيار السيطرة عليها. يمكنك وضع مظلة بسرعة وإخراج نفسك من الطائرة والهبوط على جزيرة. إنه لأمر جيد أنك كنت الوحيد على متن الطائرة التي تنقل بعض البضائع إلى الخارج، ولحسن الحظ لم تدمر العاصفة مظلتك. تفكك نفسك وتتوجه إلى أقرب ملجأ تحت بعض أشجار النخيل. أنت تنتظر انتهاء العاصفة الآن. الشمس مشرقة والأمواج تبدو لطيفة وودودة. تستيقظ وتنظر حولك، لا شيء سوى امتداد كبير من المياه يحيط بك من جميع الاتجاهات. لا يوجد قارب أو إنسان أو أي كائن حي آخر حولك. أنت تستكشف الجزيرة وتحاول العثور على أي شيء. أنت لا تعرف حتى ما الذي تبحث عنه. على جانب واحد من الجزيرة الصغيرة ترى بعض الخردة المعدنية وبقايا الطائرة التي انجرفت إلى الشاطئ. تندفع هناك وتحاول معرفة ما إذا كان هناك أي شيء مفيد. للأسف كل شيء تم تدميره، ومع ذلك فقد وجدت صندوقا واحدا مختوما. تفتحه وترى العشرات من لفات الشرائط اللاصقة متراكمة فوق بعضها البعض. بعد المرور عبر الجزيرة تعود إلى معسكرك، تسحب صندوق الشريط اللاصق. أنت تحاول معرفة ما يجب القيام به. سرعان ما تحصل على لحظة تنوير. هناك بعض الأماكن في الجزيرة التي يصعب الوصول إليها، وبما أن حذائك قد تضرر فإنك تصمم بعض الصنادل بنفسك. وللقيام بذلك يمكنك الاستيلاء على بعض الفروع ومحاولة استخدام شريط لاصق لصنع زوج من الأحذية. بعد العديد من المحاولات الفاشلة تكاد تستسلم، ولكن بعد ذلك تقوم بإرفاق بعض الشريط اللاصق بقطع من لحاء الشجر بحجم قدمك تقريبا. ستكون هذه نعال حذائك الجديد. الشريط اللاصق أملس ولن يؤذي قدميك. بعد إضافة عدة فروع تقوم بلف الشريط اللاصق حول قدميك، وأخيرا لديك صناديل من الشريط اللاصق. الآن يمكنك المغامرة في الأجزاء الصخرية من الجزيرة دون الإضرار بقدميك. بينما تمشي على طول الجزيرة تبدأ في الشعور بشدة بالحرارة، فتلف قميصك حول رأسك، لكن هذا لا يكفي لحمايتك. يمكنك استخدام بعض الشرائط اللاصقة لعمل قبعة بمساعدة الأوراق ثم تضعها على رأسك. أنت الآن آمن للذهاب. بعد فترة تعيد بعض الأشياء التي وجدتها في جميع أنحاء الجزيرة. بحلول هذا الوقت بدأت تشعر أن بطنك تقرقر من شدة الجوع، وبعد ذلك يمكنك اكتشاف بعض السرطانات والأسماك اللذيذة الكبيرة في الشعاب المرجانية الصخرية، لكن لا يمكنك صيدها بيديك. أنت تمسك بفرع طويل وتأخذ بعض أوراق النخيل وتربط كل شيء معا لتشكيل شبكة. يمكنك بعد ذلك استخدام الشريط اللاصق لتقويته والتوجه إلى الشعاب المرجانية. أنت ترتدي صندلا وقبعة لحماية رأسك وتحمل الشبكة لصيد بعض الأسماك. حتى الآن لم تستخدم سوى لفتين من الشريط اللاصق. بعد فترة تمكنت من صيد بعض الأسماك وسرطان البحر وأعدتها إلى المخيم. أنت تشعل النار وتبدأ في تحضير الصيد الخاص بك. أنت تجلس على قطعة خشب، لكن هذا المقعد ليس مريحا للغاية. تأخذ بعض الشريط اللاصق وتصنع سجادة لنفسك. بمجرد أن يصبح الطعام جاهزا ستتغذى عليه. الآن مشكلة أخرى، الماء. لا توجد مياه عذبة حولك، لكن هناك عاصفة قادمة. في هذه الأثناء يمكنك تناول بعض جوز الهند وتناول الحلوى أثناء شرب حليب جوز الهند لتتنشط. تقوم بإعداد كوخ صغير عن طريق جمع الفروع والأوراق وتثبيتها معا حتى لا تتسرب المياه إلى منزلك الجديد. في الوقت نفسه تقوم بإنشاء قمع من الشريط اللاصق لتجميع مياه الأمطار. بعد الدخول في القمع يتم جمع المياه في بركة مؤقتة مصنوعة أيضا من شريط لاصق. في هذه المرحلة استخدمت ما يقرب من نصف لفات الشريط اللاصق. تبدأ العاصفة في التكون وتبقى داخل كوخك حيث لديك سجادة أرضية جديدة. تشعر بالملل، لذلك تصنع كرسيا وطاولة من الشريط اللاصق لتجعل الكوخ أكثر راحة. بدأت السماء تمطر ولاحظت أن بعض المياه قد تجمعت في الخزان الذي قمت ببنائه. تشربه على الفور باستخدام قشرة جوز الهند كزجاجة. تمكن كوخك من الصمود في وجه العاصفة وتلتقط بعض المال من على سجادتك المريحة. في اليوم التالي تتحقق من إمداد الشريط اللاصق لديك وترى أنك الآن في منتصف الطريق نحو الانتهاء من آخر لفة من الشريط. لقد صنعت كوخا آمنا وصلبا ولديك مصدر غذائي ثابت من الشعاب المرجانية. لقد أمضيت بالفعل 5 أيام على الجزيرة.
لذا حان الوقت الآن لإيجاد مخرج. لقد بذلت قصارى جهدك لطلب المساعدة، ولكن لا شيء، لا يوجد طائرة أو سفينة في الأفق. أنت مستميت للخروج، وأنت محظوظ كذلك. تكتشف سفينة شحن على مسافة بعيدة جدا، وتحتاج إلى التصرف بسرعة. بعد مراجعة صندوق الشريط اللاصق الخاص بك، قررت إنشاء طوف للإبحار بعيدا. تجمع ما يكفي من الطعام والماء للرحلة والذهاب إلى السفينة. تبدأ بجمع جذوع الأشجار الكبيرة للقاعدة وتضعها جنبا إلى جنب. لديك بعض الحبال المصنوعة من لحاء الشجر والأوراق لربط الجذوع معا، إنها كبيرة بما يكفي لتناسبك. ثم تحصل بعد ذلك على مجموعة أخرى من الجذوع وتضعها أعلى القاعدة وتكرر العملية نفسها لإنشاء طبقة ثانية. بهذه الطريقة تقلل من خطر الغرق. في النهاية تدور بشريط لاصق على جميع النقاط الضعيفة لتقوية الطوافة الخاصة بك. يمكنك استخدام بعض الفروع لعمل مجاديف للتجديف مصنوعة من شريط لاصق. ترى أنك استخدمت حوالي 75% من إمدادك، بما في ذلك الشريط الذي استخدمته لبناء الكوخ والأثاث. إنه ليس قويا مثل الشريط اللاصق الجديد، لكنه لا يزال يؤدي المهمة. بعد الانتهاء من القاعدة والمجاديف، تقوم بإنشاء كوخ صغير لإيواء طعامك وإمداداتك وحمايتها من الأمواج. أيضا تصنع صاريا من الخشب وتستخدم قطعة من القماش كشراع. تضع الطوافة على الماء وتبدأ في التجديف. حتى الآن إنها جيدة جدا. تفتح الشراع وتأخذ استراحة من التجديف. تستدير وتنظر إلى الجزيرة التي كانت موطنك خلال الأيام الخمسة الماضية. أنت ذاهب في رحلة محفوفة بالمخاطر، تخاطر بكل شيء، لكن إذا بقيت في الجزيرة لفترة طويلة فلن تنجح بالتأكيد. لقد مرت ساعة بالفعل والجزيرة بالكاد مرئية، لكن السفينة تقترب. لا يزال لديك لفة أخرى من الشريط اللاصق لاستخدامها في حالات الطوارئ. المياه هادئة وترى الدلافين تسبح في الجوار. تتناول وجبة خفيفة من الأسماك وتشرب بعض الماء قبل أن تلاحظ زيادة حجم الأمواج. أنت تجهز شراعك للغطاء. إنه لأمر جيد أن تكون طوافتك متينة. تصطدم موجات كبيرة بها مما يؤدي إلى سقوط بعض طعامك ومائك، لكن الطوافة لا تزال قطعة واحدة. مع مرور الوقت تبدأ الشمس في الغروب، ولا يوجد حتى الآن أي علامة على الحياة. يمكنك استخدام بقية الشريط اللاصق لإصلاح الطوافة، على الرغم من أنك فقدت بعض الطعام أثناء العاصفة. فلديك شبكتك لصيد المزيد من الأسماك. تشعل نارا صغيرة وآمنة في قشرة جوز الهند وتطبخ السمك وتبدأ في الأكل. تستدير وتكتشف سفينة قادمة في طريقك. أنت تأخذ غصنا فورا وتشعله وتبدأ في التلويح به للسفينة لرؤيتك. يبدو أنها لن تراك، ولكن عندها يلاحظك أحدهم على متن السفينة. ينزلون قارب طوارئ ليقلك وينقذك. من العدل أن نقول إن الشريط اللاصق قد أنقذ حياتك حقاً.